إحصائية حالات الإصابة بمرض كوفيد 19، فخلال 24 ساعة الماضية تأكدت إصابة عدد 562 حالة بفيروس كورونا سارس كوف 2. لم تتبين هناك أي إصابة مرتبطة بالسفر، إذن الحالات هي مخالطة لحالات أصيبت بمرض كوفيد 19 أو حالات يجرى التوصل لمصدر العدوى وفحص المخالطين لها. من ضمن الإصابات التي رصدت خلال 24 ساعة الماضية 177 حالة لمواطنين كويتيين و99 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و86 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية و84 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية وبقية الحالات من جنسيات أخرى. أما عن معدل رصد الحالات وانتشارها على مستوى المناطق الصحية في دولة الكويت، فقد تم رصد 200 حالة في منطقة الأحمد الصحية و148 حالة في منطقة الفروانية الصحية و105 حالات في منطقة الجهراء الصحية و55 حالة في منطقة العاصمة الصحية. أما في منطقة حولي الصحية فقد تم رصد 54 حالة، كان ذلك خلال 24 ساعة الماضية على مستوى المناطق الصحية. أما الآن فننتقل للمناطق السكانية وحول أبرز المناطق التي سجلت فيها أكبر عدد للإصابات خلال 24 ساعة الماضية. فقد تم تسجيل 36 حالة في منطقة الفروانية و32 حالة في منطقة المهبولة و30 حالة في منطقة جليب الشيوخ و28 حالة في منطقة خيطان و26 حالة في منطقة المنقف و23 حالة في منطقة العبدلي. بعد إضافة الحالات التي رصدت خلال 24 ساعة الماضية، أصبح المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في دولة الكويت 29921 حالة. فيما يخص العناية المركزة، فقد بلغت الحالات التي استدعت الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة عدد 184 حالة. أما فيما يخص حالات الوفاة، فقد تم تسجيل 6 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية. نسأل الله لهم وللجميع الرحمة.